في صحيح مسلم سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وليعلم أن المسح على الخفين لا يقتصر فيه على الشتاء أو على شدة برد، لا، لو أن الإنسان توضأ ولبس الخفين ولو كان في شدة حر فله أن يمسح ما دام أنه لبسها على طهارة، ولتكن الطهارة بعد انتهائه من الوضوء، انتهائه من غسل القدم اليمنى ثم اليسرى ثم يلبس. ولذلك في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، ما الذي بعدها؟ دل على أنه توضأ وضوءا كاملا ولبس خفيه، ما الذي بعدها؟ ثم أحدث وضوءا، فإن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. وقال هنا رخص، لأن هذا من باب التيسير على الإنسان سواء كان في شدة برد أو لم يكن. وهذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي عند ابن ماجه،